السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو عمر من موقع جوالك حياتك. في البداية أنا بس حبيت أسجل الفيديو البسيط دوت، لأن جات لنا شكاوى كتير أو استفسارات كتير من الناس إنها بمجرد ما بتعمل تحديث لأندرويد جيلي بين 4.1 أو 4.1.2 إن اللغة العربية بتختفي. بعض الناس اللي بتشتكي من الموضوع دوت تليفوناتها ما بيكونش ليها تحديث رسمي موجه للشرق الأوسط، وبالتالي ما بيقدروش ان هم يعملوا تحديث عن طريق برنامج سامسونج كيز. التحديث اللي بيتم عن طريق برنامج الأودين ده بيبقى تحديث رسمي، يعني بشكل غير رسمي، لكن السوفت وير اللي بينزل او الروم اللي بينزل بيكون رسمي من سامسونج لكنه موجه للدول الأوروبية. احنا عشان ما نخليكوش منتظرين التحديث دوت لما سامسونج تحن علينا وتنزله للشرق الأوسط، بنطرحه على الموقع عندنا. اللي حابب ان هو ينزل التحديث دوت ينزله بدون مشاكل. بتواجهه مشكلة ممكن تكون موجودة في سوفت وير والمفترض انها ما تبقاش موجودة. ايه المشكلة؟ ان القوائم تبقى باللغة الإنجليزية فقط، ما فيهاش لغة عربية. المفترض ان بداية من الاندرويد 4 اللي هو الايس كريم ساندويتش ان اللغة العربية موجودة قراءة وكتابة في السوفت وير، والمفترض برضو ان بداية من الجيلي بين ان اللغة العربية تكون موجودة في القوائم، يعني يكون قائمة التليفون بتاعك فيها لغة عربية. اعرف منين الموضوع دوت؟ هدخل على الاعدادات وبعد كده هدخل على language and input. في البداية فوق هنا بلاقي language ديت اللي هي الخاصة بلغة التليفون، لغة القوائم اللي انا شايفها ديت على التليفون. المفترض ان اللغة ديت هي لغة التليفون، يعني غالبا بتكون هي اللغة الانجليزية، ممكن تبقى اي لغة تانية لكن المفترض انها تكون لغة انجليزية. واللغة ديت هي اول حاجة بتظهر بعد ما بتعمل start للتليفون، بعد ما بتحدث الروم على طول اول حاجة بتطلع في الاختيارات هي اللغة. انت بتضغط عليها وبتشوف ايه اللغات المتاحة، هتلاقي فيه اكتر من لغة متاحة ومن ضمنها هتلاقي اللغة العربية. اذا حابب انك تعمل قوائم التليفون باللغة العربية وكان ده شيء رئيسي بالنسبة لك هتختارها. طيب ما لقيتهاش، يبقى قدامك حل من اتنين، اما ان انت تفضل على الروم بتاعك ما تحدثش، واللي هو من المفترض انه في كثير من التليفونات ان اخر تحديث بيكون ال 2.3.6 او 0.7 وما بيترقاش لاندرويد اصلا، زي مثلا الجالكسي اس ادفانس او جالكسي دبليو او غيرها من التليفونات، هي لن تحصل رسميا على الجيلي بين اصلا. فاما ان انت تستغنى عن اللغة العربية في القوائم، واما ان انت خلاص ما تحدثش تليفونك، دي حاجة خلاص، يبقى ادي اللغة العربية موجودة في القوائم. لو رجعنا باك، طيب انا ما يهمنيش اللغة العربية في القوائم، ممكن استغنى عنها واخليها لغة انجليزية، لكن ما اقدرش ان انا ما استقبلش رسائل بالعربي او ما اقدرش ان انا ابعت رسائل بالعربي. فهنيجي لضبط اعدادات اللغة العربية في الكيبورد. المفترض ان الجيلي بين في كيبورد بتاعه اللي هو بتاع الجيلي بين، فهنا هو اسمه اندرويد كيبورد. هنلاقي الاعدادات بتاعته اللي هي اللي على يمينه، اضغط عليها. المفترض انك هتلاقي فوق اول اختيار input languages، تمام؟ لو ضغطت عليه، الوضع الافتراضي بمجرد ما تشغل التليفون انك تلاقي use system language، هتلاقي اللغة الهاتف او لغة السيستم هي الرئيسية اللي شغالة في الكيبورد. شيل التشيك مارك هتلاقي اللغة العربية موجودة، فهيبقى اللغة الانجليزية هي الوضع الافتراضي وهنزود عليها اللغة العربية، وبكده يبقى خلاص انا ضفت اللغة العربية. حاجة افتح اي حاجة عشان اكتب اجرب الكتابة باللغة العربية، هلاقي الكيبورد بتاعتي كده وهلاقي الكرة الأرضية ديت، لو ضغطت عليها هلاقي اللغة العربية موجودة في الكيبورد بدون أي مشاكل.
هو بس إعدادات بسيطة نعملها علشان نلاقي اللغة العربية موجودة في التليفون. تاني، إذا كانت اللغة العربية في القوائم بالنسبة لك شيء مهم وما تقدرش تستغنى عنه، يبقى نصيحة انتظر التحديثات الرسمية اللي بتيجي موجهة للشرق الأوسط، وما تعملش تحديث لروم أجنبي خاص بدولة أخرى، لأنه طبيعي مش هيكون موجه للشرق الأوسط وقد لا يكون فيه اللغة العربية للقوائم. أما إذا كان بالنسبة لك القوائم مش مهمة إنك تعملها باللغة العربية، لكن مهم إنك تكتب وتقرأ باللغة العربية، فتأكد إن الروم الجيلي بين أو الأندرويد 4.1.2 أو 0.1 أو 4.2 كلها تدعم القراءة والكتابة باللغة العربية. أتمنى إن يكون الشرح واضح، وأتمنى إن الناس ما تواجهش أي مشاكل بإذن الله. شكرا، ونلتقي في فيديوهات أخرى.